يا مساء الورد، اليوم مساء البصل. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم على جوني تاعي في الكوزينه تخمر شغل سكتوريا. المهم بغيت والله نصور لكم هاد لاخوزات باش ديروها خفيفه ظريفه هايله. قرف بني نحكوا القصحه، شدوا ربع حبات بصل قطعوهم اون لامل، ديروهم في مقله هكذا تكون سخونه بيان حتى يدبالوا يتكاراميليزو، قطعوهم مليح قطعوهمش خشان بالكو صحيتو. تشدوا ربع حبات باذنجان قطعوهم نقوهم ديروهم هكا مكعبات وحطوهم في الزيت، ديروهم في الفرينه باش ما يرفتوش بزاف الزيت. البصل تاعنا هاوليك تحمس بدا يدبال. الله الله، شدوا طوماطيش قطعوها مربعات نحو الزريعه والقشره، زيدوا لها نص مغرفه تاع طوماطيش كونسونطري، زيدوا لها لي زيبيس في الفلك العكري ملح وراس الحانوت، وهاوليك الباذنجان سيداتي بدا يحمر. الله الله، جيبي من بعد ديك سيداتي هكا مكعبات تاع اللحم. ما عندكش اللحم ديري الدجاج، ما عندكش ما ديري والو عادي نورمال، ما تقلقيش كاع روحك. لي سورسي لا غوسيت تجي بنينه، ديري له فلك حلو ملح هذا ما كان. ومن بعد جيبي الباذنجان تاعك اللي تقلاه في لاصوص تاعك، هذه هي لاصوص ديري لها فنجال ما نسيت باش نقول لك مقبله، ديري الطوماطيش كونسونطري خليه يتجمر واحد 9 مينوت كلش في بعضه، وهاي لك الريزلت يا دلالي. شوفي شوفي البنه يقلب تخرج من التصويره، ماشي نورمال. شتكون خطكم خط هضره الفتلي خطكم كل صباح صنعه كسرة تاع الفارينة. ايه تدخلي سهلة ولا غرقة؟ ماشي سهلة. المهم يعجبكم ويعجب رب العائلة ويعجبهم كامل ويجي ما شاء الله. عجبت لي طلب العائلة. قصدك تجي هايل وبني سيوه وقولوا لي. قالك انا كي شكرت روحي بزاف ما تامنونيش ولا مش راك؟ شوية مرحبا بك. وش رايك في الفطار؟ قوة قوة وقسم بالله عسل عسل. نخطك وش صراحة؟ عسل نكولي نكولي نكولي. زيدتي عليها ما تقولي ما والو.